السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم. ردود فعل وإشادة صحف إيطاليا بعد أحداث مباراة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين. الاتحاد الأرجنتيني يتقدم بشكوى للفيفا. أشرف حكيمي ينتقد تصرفات بعض الجماهير خلال مباراة المغرب والأرجنتين. تناولت أبرز الصحف الإيطالية المباراة التاريخية التي قدمها المنتخب المغربي أمام نظيره الأرجنتيني يوم أمس، والتي انتهت بفوز الأسود بهدفين لواحد في المباراة التي أجريت أطوارها على أرضية ملعب سان إتيتيان ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية للألعاب الأولمبياد فرنسا. راديو نمبر وان الإيطالية التي تطرقت إلى فوز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على حساب بطل العالم وكوبا أمريكا أولمبياد فرنسا. راديو نمبر وان سلط الضوء على فوز المنتخب الأولمبي المغربي. إنما حدث أمر استثنائي ورائع، تكرر سيناريو المسابقة الرياضية العالمية كأس العالم قطر 2022، موردة أن اللاعبين المغاربة قدموا كل شيء في المباراة. وأضاف المعلق الرياضي براديو نمبر وان أن اللاعبين المغاربة كانوا سريعين في الملعب، كما هو الحال بالنسبة إلى الجماهير المغربية التي تميزت في تشجيع المنتخب الأولمبي، مبرزاً أن المغرب كسر عقدة المنتخبات العالمية في الاستحقاقات العالمية. وأردف الإعلامي الإيطالي بأن كرة القدم الإفريقية لم تحظ باهتمام إعلامي بارز، لكن نتائج المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم سلطت الضوء من جديد عليها، لافتا إلى أن فوز المنتخب الأولمبي على حساب بطل كأس العالم وكوبا أمريكا حدث فريد وقع في هذه المسابقة في انتظار نتائج مباريات المقبلة. وعلقت كبرى الصحف الإيطالية على ما شهدته النهاية غير المتوقعة لمباراة المغرب والأرجنتين في الجولة الأولى من مجموعات دورة الألعاب الأولمبية باريس. تسبب الحكم السويدي غلين نيبيرغ في فضيحة تحكيمية عالمية حين احتسب أكثر من 15 دقيقة كوقت بدل من ضائع قبل أن ينهي اللقاء دون إطلاق صافرة النهاية بسبب نزول الجمهور إلى أرضية الملعب بعد تسجيل الأرجنتين لهدف التعادل هدفان لمتلهما في الدقيقة 16 من الشوط الثاني الإضافي. وأعلن موقع أولمبياد باريس استئناف مباراة الأرجنتين والمغرب وإلغاء هدف التعادل الذي سجله منتخب التانجو في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع بسبب التسلل. وكان الحدث بمثابة المادة الدسمة للصحافة الإيطالية التي استغربت من مستوى حكم المباراة الهامة بين بطل إفريقيا ووصيف تصفيات أمريكا الجنوبية تحت 23 عاماً. أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بياناً على خلفية أحداث مباراة المغرب التي انتهت بفوز أسود أطلس بنتيجة هدفان لواحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس. وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان على لسان رئيسه تشيكي تابيا: لقد تعرضنا لموقف مؤسف في سانت إيتيان، وانتظرنا في غرفة تبديل الملابس ما يقرب من ساعتين، واضطر لاعبون للعودة مجدداً لإجراء الإحماء وخوض المباراة التي قرر حكم الساحة إيقافها بسبب شغب الجمهور المغربي. وأضاف: لقد تعرض الوفد الأرجنتيني لعنف غير مبرر ويتعارض مع قواعد المنافسة، وكشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كما أنه لم يتم الاستماع إلى آراء قائدي الفريقين أشرف حكيمي ونيكولاس أوتاميندي اللذين أكدا أنه لا ينبغي استئناف المباراة. وأكد تشيكي تابيا أن الاتحاد الأرجنتيني تقدم بشكوى للجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات على المتورطين في هذه الأحداث. عبر أشرف حكيمي عن أسفه عقب الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب المغربي الأولمبي أمام الأرجنتين والتي فاز بها أسود الأطلس بثنائية لهدف برسم الجولة الأولى من مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس. وقال أشرف حكيمي في تدوين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: بدأنا الألعاب الأولمبية بانتصار مهم. وزاد عميد المنتخب المغربي الأولمبي: أتأسف لتصرفات بعض المشجعين خلال المباراة والتي شوهت صورة جماهيرنا الوفية، مثل هذا السلوك ليس له مكان في كرة القدم. ديما مغرب.